ونحن مستعدين نصرف من صحتنا ومن راحتنا ومن كل ما نملكه ومن الحياة في صالح المواطن والوطن. وإخواني هنا أعضاء المجلس الأعلى هم الحقيقة أنهم أن تكلمنا جميعا في كل ما يحتاجه المواطن والوطن ومن رقي وتقدم للمواطن وللوطن، وكل الأخوة كلهم مؤيدين وكلهم متفقين وكلنا نجمع على خير المواطن وجلب السعادة للمواطن والوطن الغالي، كلنا متفقين على ذلك ولا هناك خلاف بما يغير شعرة الميزان. ولكن لا نعرف الرأي والسدد حتى نمشي ونصل إلى ما نحن مجدين ومجتهدين فيه إلا إذا وجدنا النتيجة وقطفنا الثمار مثل ما عملنا في السابق من الصفر إلى وجود الخير ووجود السعادة ووجود الكيان الباهر اللي ما كنا نحلم فيه ولكننا كنا نطلع إليه.